مبروك يا حسب الله، رايا جابت لك بيت. بيت؟ يقطع صرتك يا شيخه، ده ايه الفهم ده؟ بيت؟ اعمل بها ايه البيت؟ الله، ومستعجل كده ليه؟ بكره اجيب لك الصبيان. من نحس ده يا رب، بقى انا اول خلفيتي تبقى بيت. هنسميها بديع، قلت ايه؟ سموها زي ما تسموها، ده هي تاخدها هي وبتك. ينيلك راجل، ما هو العيب منك يا خايب. تمام يا فندم، انا جاتني اشاره دلوقتي بتقول ان السلطان حسين جاي يزور كفر الزيات، والباشا المدير عايزنا نجمع اكبر عدد من الناس علشان يكونوا في استقباله. ومين هيرضى يروح يستقبله؟ دي الناس معظمهم يا فندم بيكرهوا السلطان حسين، كلهم بيحبوا الخديوي عباس ومعترضين، وحكايه نفيه دي وتعيين السلطان حسين بداله. طب وهنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا سعيد؟ انت عارف ان دي اوامر ولازم ننفذها، لازم نطلع اكبر عدد من الناس علشان يستقبلوه ويسقفوا له كمان عشان يحس ان الناس بتحبه. حبوه بالقوه يا فندم، ده بيزود الكراهيه للحاكم. سعيد احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا علينا تنفيذ الاوامر وبس. هنلم الناس بالعافيه يا فندم. اتصرف يا سعيد، ادفع لهم فلوس. ادفع لهم فلوس من جيبي؟ وانت جيبك بقى هيقضي كام واحد؟ المديريه تصرف. الله ينعل ابوهم لابو السلطان بتاعهم، قعدوا مذنبيننا يجي ثلاث ساعات، قعدنا نسقف لغايه ما كفوفنا ورمت، وفي الاخر يدونا قرش واحد، مع انهم كانوا متقاولين معانا على ثلاث قروش، تلاقي العسكر بتوعهم خدوا الباقي. انت كنت فين؟ في تشرفه السلطان الله يجحمه مطرح مراح. ما سكت البت دي، مش عارفه اتكلم منها ولا عارفه ارتاح، ارميها لك في باكابورت. انت هتفش غلك في البيت؟ طب كنت تشملل وخد فلوسك قبل ما تسجف. هريدي سأل عليك. هريدي؟ ده عايز ايه ده راخ؟ بيقول لك كلم لك رئيس الانفار في الوابور، الراجل عايز يشوف. ليه هيخطبني؟ انت مش كنت موسع على شغل؟ شغله زي قلته. النوايا تسند الزير. ولا نوايا ولا زير. وانت ما نزلتش الشغل النهارده ليه يا فلحه؟ انت راجل ما بتشوفش، ما البنت عيانه على ايدي طول النهار. لا ربنا ياخدها. الواحد يقول يا رب قرش يبعت له قرش. اللي يسمعك كده يقول انك بتحل الكسوه تدينا. فيها ولا ايه؟ انت بتعيريني يا ريا؟ مش كفايه مستحملك ومستحمل نحسك وخلفتك؟ نشفه ايدك معايا؟ يعني هو بايدي من غلبي. ده انا صدري ناشف من قله اللب. مش عارفة أرد على البيت.